أيام تزهو بالألق، الفجر مغرم بالغساق، قرآن وصيام وصلاة تجلي عن النفس الأرق. اديني منهاج الحياة والصحة نعمة من الإله، جو الرياضة يا حلا، تعالوا لإضاءات الأفق، جو الرياضة يا حلا، تعالوا لإضاءات الأفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم إضاءات. حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول عبادة من العبادات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه مقترنة بعبادة الصيام. وهذه العبادة جاءت في خضم الآيات التي تتحدث عن الصيام، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدها بآية واحدة يقول سبحانه وتعالى مبينا فضل هذه العبادة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بعد هذه الآية مباشرة يعود الحديث مرة أخرى عن الصيام، فيقول سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وعليه فإن الدعاء عبادة جليلة من العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في شهر رمضان المبارك خصوصا، وفي جميع العام وجميع الأحوال عموما. والدعاء أيها الإخوة الكرام سلاح ينبغي للمسلم أن يتسلح به في هذه الحياة، ويستعين بالدعاء من أجل أن يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستقيم به على منهج الله سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة الكرام عبادة من العبادات يأمر بها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية الدعاء وفضل الدعاء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. والدعاء لما له من أهمية عظيمة وكبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، فإن المسلم عليه أن يحرص على هذه العبادة العظيمة في كل وقت وحين، وأن يحرص عليها في هذا الشهر الفضيل وفي غيره من الشهور. ولذلك فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في، على سبيل المثال، وهو في غزوة بدر الكبرى، في تلك الغزوة فإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يحرص دائما وأبدا على الدعاء، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالنصر،
وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه في كتابه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ولكنه مع كل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتر عن الدعاء، ويقول الله سبحانه وتعالى في شأنه والمؤمنين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومن شدة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض أبدا. ومن شدة إلحاحه فكان رداؤه صلى الله عليه وسلم يسقط من على منكبيه الشريفتين، فيقوم أبو بكر الصديق ويضع رداء النبي صلى الله عليه وسلم على كتفيه قائلا: يا رسول الله، قد ألححت على الله في الدعاء، يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. كل ذلك إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إلحاحه في هذا الدعاء، ولكنها عبادة عظيمة لم يغفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحلك المواقف. لذلك أيها الإخوة الكرام، علينا بهذه العبادة العظيمة في كل وقت وحين، وأن نحرص تمام الحرص على الدعاء الذي هو سلاح عظيم. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، بارك الله لي ولكم وأحسن الله إلينا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا خير الشهور، نور أطل وضاء نور، قد خصك الرب الغفور رحمة وغفران وعتق. يا من تجيب السائلين، اغفر لنا دنيا ودين، أحببنا والوالدين، واجمعنا مع خير الخلق. أحببنا والوالدين، واجمعنا مع خير الخلق.